بسم الله الرحمن الرحيم. التحية مستمرة والانطلاقات متواصلة من هذا الميدان، ميدان سوحان، لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق الشوط الخامس عشر، والشوط الخامس عشر خصص للعدان الحجاج. نسير مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول الصامل بخيت بن سالم بن صالح بن سعيد. المنهالي يتقدم بقدوم الصامل على المركز الأول. المركز الثاني هنا أيضا شوف التقدم والانطلاق من خلال تواجد، هنا أيضا شاهين سعيد بن عتيق بالصايغ. المزروعي ينطلق على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث مذخور يتقدم مع المركز الثالث، ترشوم بن راشد بن خليفة. المهيري ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا ايضا يتقدم الطليلي، احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس ادهم فلاح بن ناصر بن مصلح الاحبابي يتقدم مع المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الاولى المنطلقة في هذا المسار المستمر. الدخول والانطلاق من خلال تواجد، هنا ايضا الدخول من خلال تواجد نخور راشد بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري. ايضا يتدخل ابو عبيد قادم على مستوى المركز الخامس، غير الى الثالث، تابع الشعارات الاخرى، تابع الاسماء الاخرى المنطلقه في هذا المسار المستمر المندفعه في هذا الابداع المستمر. نعود الى البدايه، كيلو ونص الكيلو ما يوصلنا عن الوصول، ما يفصلنا عن العبور نحو خط النهاية، ولكن لا زالت الأمور لصالح. هنا أيضا الصامل بخيت بن سالم بن صالح المنهالي يتقدم هنا أيضا بقيادة الصامل على مستوى المركز الأول. المركز الثاني التواجد والانطلاق من خلال تواجد نثور يتقدم مع المركز الثاني، ترشوم بن راشد بن خليفة المهيري. المركز الثالث ايضا مذخور يتقدم على مستوى المركز الثالث، او هنا ايضا الانطلاق والقدوم، هنا ايضا راشد بن عبيدة بن راشد بن عاود المهيري. المركز الرابع ايضا هنا ايضا قادم مهاجم اللي هو هنا ايضا شاهين سالم بالدودة بالاسود العامري. يلا يا ابو سالم انطلق بهذا الانطلاق. ابناء صفوة الميادين يطالبونك سلام، يطالبونك بالفوز والانتصار. يا سلام، المركز الثالث او المركز الخامس، ولكن نعود الى البداية. بدت الاوامر طفيفة حتى هذه اللحظات. بن عاضد المهيري، يلا يا بن عاضد يتقدم هنا ايضا من خلال تواجد مذخور، يتقدم
القموع بهذا الانطلاق. راشد والعبيد والراشد من عاضد المهيري المركز الثاني، المركز الثاني التواجد القدوم هنا هذا من خلال تواجد شاهين سالم بالدودة بالأسود العامري يتقدم هنا أيضا على مستوى المركز الثاني. المعركة ثنائية، المعركة ثنائية ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه الأسماء، ما بين بالأسود، ما بين بن عاضد، بالحزم قادم، بالحزم قادم مع المركز الثالث. ولكن خلاص خلاص وصلنا، وصلنا الميتين المتر الأخيرة. سلام سلام عليكم يا أهل صفة الميادين، واسعد الله صباحكم بكل خير محملا على ظهر شاهين. سلام شاهين، سلام سلام لمال شاهين سالم بالأسود أو سالم بالدودة بالأسود العامري. لحظات وصوله عبور إلى خط النهاية معلن مساء الشوط. المركز الثاني مذخور راشد بن عبيد بن عاضد المهيري، المركز الثالث هنا أيضا الشاب سالم بن يابا بن هيال المنصوري، المركز الرابع، المركز الرابع هنا أيضا المركز الرابع نحيل إلى خط النهاية، المركز الخامس، المركز الخامس المارد عمير بن حزم بن قناص العامري. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى المنطلقة في هذا المسار. التوقيت الزمني 4:40. تهنينا والناموس لمالك شاهين سالم بالدودة بالأسود العامري على هذا الفوز والانتصار.